الجولة أهم تسديدة. ورغم الضغط الكبير يتفوق على الحارس ويحطها في المرمى. هل ينجح في تسجيل الركلة ومضاعفة النتيجة وتهدئة أعصاب فارتم الحارس في الاتجاه المعاكس. أوه، كرة الاطمئنان داخل الشباك. أوه، والحارس يتوقعها صح لكن الكرة في الشباك. تسجيل الركلة ورفع الفارق لهدفين يعطيهم راحة نفسية كبيرة. توقع صحيح من الحارس لكن كان بالإمكان أفضل مما كان. يعرف حتمية التسجيل للمحافظة على أمالهم في المباراة، خاصة والفريق متأخر بهدفين. هو أمام اختبار حقيقي. خدع الحارس. يا سلام على الهدف. عمان في كرة الأمان. لكنه لم يتفوق على الخشبات. سوء حظ كبير. يتقدم ليسدد الكرة الرابعة لفريقه. أوه، الحارس في الزاوية الأخرى والكرة ترفض الدخول. أعصاب يا ناس، هذه كرة المباراة. كان الضغط كبير عليه للفوز بالنهائي بهذه الضربة لكن خانته اعصابه واهدر الركلة. حددت هذه الركلة الفائز في المباراة وتؤكد هذه النتيجة ان